يعني اول مباراة يعني لعبتها مع فريق الهلال كانت مباراة ودية في استاد ام درمان، في استاد ام درمان الاسري ضد فريق التحرير البحراوي. فريق التحرير كان فريق يعني كبير، فريق يعني ليه مكانته وليه هبته. ومذكر اول اصابة احرزتها رسميا في مباراة ودية ضد فريق التحرير البحراوي، لكن اول مباراة رسمية لي مع الهلال كانت ضد فريق النيل. اتذكر انه المباراة كانت يعني جميلة، اتذكر بانه كانت جميلة، وفريق النيل كان فريق عملاق وفيه لاعبين عمالقة، ويعني كان لا يقل اطلاقا عن الهلال المريخ. وعموما يعني الفرقة زمان ذاتها التحرير والنيل والاهلي وكلهم لا كان يقلوا يعني عدان عن فريق الهلال، عشان كده المنافسات كانت قوية، منافسات كانت يعني كبيرة. واتذكر برضو أنا على حسب ما قال لي الأخوان يعني أنت بتخاف يعني من الحكام. الحقيقة أنا ما بخاف من الحكام، لأن الحكام بالنسبة لي أصدقاء، وبالنسبة لي يعني بيشكلوا جانب آخر. يعني أنا كنت سعيد جدا جدا تعرفت بكل الحكام في الوقت ذاك، يعني كان الحكام في الوقت ذاك كان في خليفة موسى الله يرحمه، وكان في النحاس، وكان في منولي، وكان في يوسف محمد، وكان في كوكبة من الحكام الممتازين. يعني مش كان بيحكموا بس، كانوا بيحكموا بذوق وبأدب وفي نفس الوقت بتعليم وبترشيد يقبل أن يكون يعني أي حاجة تاني. عموما نحن كنا برضو سعيدين أنه قابلنا مجموعة جميلة جدا من الحكام. وأذكر على ما أذكر برضو يعني ده فخر بالنسبة لي واحتزى به جدا، أنه في طيلة حياتي في ملاعب كرة القدم في السودان يعني لم أنذر ولم أخذ كرت يعني أحمر يعني في حياتي الرياضية كلها، وده إعزاز كبير جدا اهتز به، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والأخوان اللاعبين يعني زيادهم في الوقت ده كان يعني كلهم يعني سلوك حميدة وكان أخلاقات حميدة وكانوا بيلعبوا كورة من أجل الكورة. وأتذكر أشياء كثيرة جدا جدا حصلت يعني في الأيام دي. يعني مستوى الرياضة العام في البلد يعني كان مرتفع، والأداء العام يعني حتى في مستوى النقد كان مرتفع، والتحكيم يعني كان على مستوى سامي جدا جدا، المستوى الإداري كان فاهم واجباته اللي بيعمل بها كوتش. الحديث عن نصر الدين عباس جكسة يعني حديث ما بينتهي، فكان أسطورة في كرة القدم، فتحول للهلال من نادي الربيع بن درمان، وسجلوا للهلال وأدوا ضريبة الوطن ولعبوا خارجيا ومثلوا خير تمثيل، وفي عهدهم جاءت فرق عريقة منها الهنفيت المجري والتشيك برضو كانجو. فنصر الدين يعني الإنسان قدر ما يتكلم ما بدي حقه، ديل الأوائل ما حضروا الفترة الأخيرة دي، يعني لعبوا بالمجان ما بملايين الجنيهات ولا ملايين الدولارات. فناس كان عندها وطنية ومثلت خارجيا خير تمثيل